صباح الخير وكل التحيات لكل الأصدقاء المشاهدين مع بداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول. موضوعنا اليوم نقدر نقول حياتي بامتياز لأنه بيطال شريحة كبرى من الأصدقاء اللي عم بتابعينا وهن من رواد السوبر ماركت. طبعا وقت اللي بدنا نزور أي مكان مفترض أن نكون اقتصاديا مرتاحين بإطار الكلام عن هذا الواقع، بإطار حماية الليرة بهذه المرحلة، واقع صرف الدولار، كل الواقع الاقتصادي ممكن نضوي عليه بإطار تأثيره على الأمن الغذائي، على الواقع المفترض كلنا سوا نتفق على معالجته إنجاز التعبير. مع ضيفنا رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت دكتور نبيل فهد، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. اليوم صباح النور والخير والبركة لك ولكل الأصدقاء المشاهدين. اليوم يعني رح نحكي شوي سوبر ماركت ونحكي قديش انعكس الواقع الاقتصادي على الحركة على جوارير السوبر ماركت وعلى يعني أهمية المعالجة والمتابعة. أنتم بهذه المرحلة التهيتوا من يومين ثلاثة ب 25 تموز، وقفتوا عن قبول بطاقات الدولار وقلتوا أنه نحن أوقفنا أوقفنا مش توقفنا يعني نعم. أوقفنا يعني كنتوا حابين تستمر تبقى؟ أكيد أثرت عليكم؟ أكيد أثرت. نحن إجانا تعليمات من المصارف نعم. من الشركات يلي بتشغل البطاقات المصرفية نعم. طبقا لقرار بمصرف لبنان انه هالبطاقات المصرفيه يلي هي بتعتمد على الدولار اللبناني يعني الدولار رح تتوقف ب 25 تموز نهار الاثنين. هلا قديش كنتوا تحسبوا انتوا الدولار هون؟ كنت عم تتراوح يعني بين ال 4500 لل 5000 هيك بكون عم تنسحب مصرياتهم شوي شوي. لا هو حقيقه يعني هو سعر بالنص تقريبا بين او يعني بين المنصات بين يعني لا بين ال 1005 نعم و 8000 نعم. يعني المواطن يلي كان عم يسحب من حسابه على ال 161 على 8000 ليره كان عنده حد اقصى يلي هو 3000 دولار. يعني فوق 3000 دولار اذا بده يسحب من حساب الدولار نعم. اللبناني اللي عنده كان بيعطوه اياه على ال 1005. نحن كنا عم نعطيه يعني قدره انه يستعمل هالدولارات هيدي على سعر مختلف لانه المحلات مش بس سوبر ماركت يعني مختلف نعم. القطاعات التجاريه عندها التزامات بالدولار يعني عندها مدفوعات بالدولار المصرفي فكانت عم تاخذ هالاموال هيدي لحتى تسدد التزاماتها. هلا ما بقى هيدا شيء ممكن عن طريق البطاقه المصرفيه اكيد بعده ممكن عن طريق الشيكات والتحويلات نعم. لكن شيكات ماشي حال الشيكات ليش اليوم؟ اكيد نحن ما توقفنا عن قبض الشيكات من الزباين يلي هن عندهم حسابات واخذين موافقات مسبقه من اداره السوبر ماركت حتى يدفعوا شيكات. هذا ما توقف ابدا. ممكن في شكاوى انه يعني الشيك بكلفنا لحتى نقدر يعني نقبضه بدنا ندفع عليه تاكس. ايه بس كمان البطاقه المصرفيه بتكلف وهيدا الشيء اللي هلا يمكن رح تطلع صرخه عليه لانه البطاقه المصرفيه بالدولار الفريش اذا جاي من خارج لبنان في عليها عمولة 7% وهيدا الناس لازم تعرفها. يعني هيدا مش شيء عم يحدى 7% مش عافية يعني؟ نعم مش عافية هالشيء 7% عم نحكي. ايه 7% يعني مبلغ كتير كبير. نحن عادة كنا بندفع 2% على العمليات تبع البطاقة. نعم. يعني زبون أنا إذا دفعت كنت كاش مثلا 100,000 ليرة أو بالبطاقة 100,000 ليرة الكاش بقبضها 100 بالكامل لكن ال 100,000 يلي بقبضها بالبطاقه بخسر فيها 2% فيعني 2000 ليره فكان عندنا نحن كلفه كمؤسسات نعم. على البطاقات المصرفيه اكيد هيدي الكلفه كمان موجوده بالشيكات لكن الشيك كطريقه دفع كانت بعدها مستمره ما توقفت. طيب اليوم انت قلت لي اوقفنا يعني انا لمست هون في شيء من السلبيه بهذا القرار. مصرف لبنان بيقول انه هي فيها ايجابيه لانه بيشجع على استعمال كافه البطاقات اللي ما كانت عم تستعمل قبل. لا هو يعني على طول فيك بيقولوا سبيننج يعني بتبرمها بالطريقه اللي بتلاقيها مناسبه بتركب دينه الجره مثل ما بتريد. هيدا الوضع انه كان البطاقات المصرفيه يلي هي بالدولار نعم فريش او دولار كانت تنقبل وكان ممكن انه بعض المصارف تحط لك الفريش بحساب الفريش واللولار بحساب اللولار
لكن هلأ اعتبروا أنه حتى يشجعوا أكثر استعمال الدولار الفريش وطبعا يصير فيها اللغط بين الحسابين، ارتقوا أنه يوقفوا الدولار وبس يخلوا الفريش. الإيجابية هي أنه تخلي كل الناس اللي عندها بطاقات فريش تقدر تستعملها. أكيد هذه إيجابية، نحن ما عم ننكر هالشي هذا، لكن نحن عم نقول خلي هالطريقة الدفع موجودة والطريقة القديمة تكون موجودة. وأكيد في عنا الحسابات البطاقات المصرفية اللي هي بالليرة بعدها مستمرة مثل ما قلنا بالماضي بالسوبر ماركت 50% نقدا 50% بطاقة. سبقتني على سؤال، 50% ولا 75%؟ نحن كنقابة بطاقة توصيتنا بعدها 50-50، لكن في بعض المحلات لانه ما عندها بقى قدره. ملزمه بليز دكتور، ملزمه توصيتكم؟ لا لا مش ملزمه اكيد، لانها توصيه. هي توصيه، نحن اكيد يعني بالنقابه ما عندنا قدره انه نلزم اي حدا بتصرف معين. نعم. هيدا شيء نحن بنشوف كيف الاكثريه الاعضاء بيرتقوا انه هو الحل المناسب ونحن مشينا فيه. في بعض الشركات والمحلات ما بتقدر تصرف يعني عندها نسبة كتير عالية من الدفع بالبطاقة المصرفية. نعم. فعم تتراكم أموال تبعها بالمصارف ما بتقدر تستعملها، فارتقت انه هي بدها تاخذ بس 25% بالبطاقة. واكيد هيدا يعني حق مشروع لانه هيدي طريق الدفع وتسهيل للزبون مش اكثر. طب اليوم انتم ما عندكم كاسبيسيال يعني حالة خاصة للسوبر ماركت انه اللي بيندفع نرجع نسترجعه ولا لا؟ هيدا حاولنا نعمله على فترة كل السنة الماضية، يعني من تموز ل 2021 من وقت ما بلش أزمة الدفع بالبطاقة، يعني بلشت من وقتها وأكيد تفاقمت على مر الأشهر، لكن من وقتها بلشنا جربنا أنه نتواصلنا مع مصرف لبنان لحتى نلاقي آلية، يعني الأموال يلي بتجي بتنقبض بالبطاقات المصرفية بالسوبر ماركت أنه ينحط لها آلية حتى يعني تكون بقناة مختلفة ما تطلع نقدا، لكن تروح إلى المستورد أو المصنع ومنه إلى منصة صيرفة بطريقة يعني منفردة خارجي عن سياق الكتلة النقدية اللي موجودة بالسوق، لكن هيدا الشيء ما صار. ف يعني لسوء الحظ خلقت بلبلة بالسوق، لكن بنفس الوقت التبرير هي انه ما بدنا نكبر حجم الكتلة النقدية وبدنا نسيطر على حجمها بالسوق وما بدنا يعني يصير في تقلبات بسعر الصرف. اكيد هالهدف كتير منيح، لكن نحن الآلية اللي يعني اقترحناها ما كانت بتأثر بطريقة يعني كتير كبيرة على الكتلة النقدية الموجودة بالسوق، وكانت بتسهل امور المواطنين حتى يقدروا بالنهاية يصرفوا الاموال يلي عندهم. اذا بتتذكر نحن ما بدأنا نحط هالضوابط على استعمال البطاقة المصرفية إلا وقت باقي القطاعات وقفت تاخذ البطاقة المصرفية. نعم. إن كان محطات البنزين أو المحلات التجارية الأخرى، باقي السوبر ماركت هو الوحيد المنفذ الوحيد لهالأموال هيدي حتى يستعملها المواطن. بهالتضخم الاقتصادي اللي هلأ نحن عم نعيشه قد إيه قادرين تستمروا دكتور نبيل بصراحة؟ لك التضخم مدمر، مش بتشاؤم عم نحكي، عم نصور المشكله. نحن يعني من اول ما بلشت الازمه عرفنا انه التضخم رح يكون متزايد، يعني بصير بسميه جالوبينج انفليشن. نعم. يعني بصير متزايد التضخم، بصير متزايد. واجينا يعني ضربات متتاليه من انفجار المرفأ وكورونا ثم هلا الحرب الاوكرانيه يلي عندها تاثير كتير كتير كبير على التضخم، لانه اثرت على سعر المحروقات، يعني عندك ارتفاع كتير كبير بأسعار المحروقات بسعر البترول، وعلى أسعار الحبوب وخاصة القمح والذرة ودوار الشمس يلي هن منتجات كتير مهمة بأوكرانيا وبروسيا. فكان تأثيرها تعرف هلأ بالعولمة اللي موجودين فيها. نعم. وصار كل بلد بيركز على ما نسميه الكومباريتيف ادفانتج، يعني شو عنده ميزات خاصه يعني يلي بتسمح له انه هو يكون منتج بطريقه فعاله اكثر من غير بلدين. يعني صارت البلدين تركز على وين هي عندها فعاليه وانتاجيه كبيره. نعم. تركز على الانتاج، لانه كوننا يعني صار عندنا جلوبالايزيشن هالعولمه بالانتاج، صار
صار كتير سهل انه يصير في انتقال للسلع وللمواد الأولية بين البلدين، لكن بوضع مثل الحرب يلي صار بأوكرانيا خلق مشكلة كتير كبيرة، لأنه قطع سلسلة هالتوريد هيدي يلي أثرت على عدد كتير كبير من السلع. يعني وقت بنحكي نحن قمح ما عم نحكي بس عن الطحين يلي بيستعمل بالخبز، عم نحكي عن آلاف السلع يلي بتستعمل الطحين كمواد أولية، وهيدا أثر على الأسعار. بعطيك مثل بألمانيا، توقعوا بهال 6 أشهر الماضية يكون عندهم تضخم حوالي 50% بالمواد الغذائية بألمانيا. بدول أوروبا الغربية عموما وبالولايات المتحدة وكندا في أسعار سلع دوبلت، يعني ضاعف سعرها، يعني صار الارتفاع 100% على أسعارها. انقطعت حتى من يعني حليب الأطفال انقطع من الولايات المتحدة، يعني فيك تتخيل أكبر اقتصاد بالعالم، أكبر منتج كلها انقطع عندهم حليب الأطفال، صاروا يجيبوا شحنات بالطيارة من أوروبا إلى أمريكا لحليب الأطفال. طب اليوم يعني عم تحكي شغلة تعتبر جدا أساسية خاصة فيما يتعلق بالأسعار، وقبل مرة حكيناها أنا وياك ولابد من أنه نرجع نستذكرها ونعيدها، موضوع التسعير بالدولار ليش ما بنوصل له كحل؟ نرجع نقول لحل هذه المشكلة ونتخلص من كتير مشكلات متجذرة متشعبة من هذا الموضوع. شو في شيء بيمنع؟ بتقول لي قانون حماية المستهلك ما بعرف. قانونياً إنه حماية المستهلك المادة 5 بتقول التسعير بصير بالليرة. اقتصادياً أكيد وقتها بتحكي تسعير بالدولار يعني عم تتجه نحو نحن الدولرة الكاملة للاقتصاد. هل هيدا الشيء ممكن؟ هيدا اللي بدنا نسأله. نحن كقطاع أكيد بنقول التسعير بالدولار بفيدنا لأنه بيسهل علينا كتير أشياء، وبفيد المواطن المستهلك لأنه بيسمح له أنه يعمل مقارنة بالأسعار، وبصير في مرجعية بالسعر يلي هي واضحة لكل الناس. يعني يمكن نحن بنقول مش ضروري دولار، نحن بنقول بدنا عملة ثابتة. وقتها كانت الليرة سعرها مستقر، مش ثابت، مستقر، كان عند المواطن قدرة أنه يعمل مقارنة ويشوف وين أرخص وين يروح يشتري من مطرح ما هو أرخص. اليوم هلأ كتير صعبة لأنه يعني مثل اليوم بظرف 3 ساعات طلع الدولار من 29,900 إلى 30,400، يعني عندك تقريبا حوالي 2-2.5% ارتفاع بظرف ساعات. هيدي كيف بدها يعني تترجم على رفوف السوبر ماركت؟ كيف بتسعره دكتور؟ تغيير بالأسعار. بتسعره؟ لا مش هلأ. تغيير بأسعار وقتها بتجينا لوايح أسعار من المورد. فكل مورد بغير أسعاره بوقت مختلف عن التاني. هون الصعوبة بمقارنة الأسعار، لأنه صار عندك يعني مورد لتنقول صنف حليب معين غير سعره بكرة، مورد لصنف حليب تاني غير سعره بعد 3 أيام، واحد بعد 5 أيام، فصار في عندك تفاوت بمستوى الأسعار بين صنف وصنف تاني لنفس النوع يلي هو الحليب. طب اليوم موضوع الدولار الجمركي بلش ينحكى فيه، واليوم كثير مهم نقول بهذه الدقة اللي أنت عم تحكي فيها، يعني عم تسأل عن 2-2.5% ومتابع الموضوع لحتى يكون المستهلك مرتاح، ما بدنا نزيد عليه ويشعر بتضخم زائد. واقع الدولار الجمركي بلشوا من هلأ يبنوا صور وعلالة، إذا أقر رح تغلى الأسعار وأمور كثيرة رح تصير. يعني البعض بيقول أنه قد يكون في إعفاءات تطال يعني بعض الأصناف والسلع إذا أقر يعني ارتفاع الدولار الجمركي. أنت المعطيات اللي عندك شو؟ المستهلك منه مرتاح. أنت بدأت سؤالك بتقول بدنا نريح المستهلك. المستهلك منه مرتاح شو ما نحن بوضع، قد ما نحاول ونجرب نوطي الأسعار بالليرة رح يضل القدرة الشرائية متكهكرة. على صرنا 3 سنين ماشيين بنفس يعني المسار. فإذا بدنا نحاول أنه نخفف من هالانحدار هيدا، مش ما رح نقدر نصلحه. وضع الدولار الجمركي نسبة الارتفاع رح تكون نسبة قليلة نسبة لارتفاع الأسعار يلي بتجي من التضخم من ارتفاع سعر الصرف. يعني أكيد أنا عم بحكي بالمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية،
اكيد هيدا التاثير رح يكون كثير مختلف على السلع المعمره، يعني وقت بنحكي سيارات وقت بنحكي ادوات كهربائيه هذا غير موضوع، بس بالسلع الاستهلاكيه قديش رح يزيد تقريبا؟ في كثير سلع معفيه من المواد الغذائيه. نعم. معفيه في دراسه عملوها بالمليه اكدوا لنا، هلا نحن ما اطلعنا على حيثيات للدراسه، لكن اكدوا انه ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار اذا انتقل من 1500 لصيرفه. نعم. وكان بوقتها صيرفه بحدود 20,000، في ارتفاع بس بحدود 3 أو 4% باسعار السلع الاستهلاكيه. سلم جلدا انه صارت 5%، هال 5% منا شيء وقتها بيرتفع سعر الصرف بظرف يومين او ثلاثه 5 و10%، يعني هالمقاربه يعني حقيقه منا لا تستوي يعني من ناحيه اسعار السلع. لكن هون في شغله كثير مهمه، لازم الدولار الجمركي يقر لحتى يصير في مدخول للخزينه بالنهايه. كيف بده تدفع الدولة كل المصاريف اللي عليها وأولى رواتب الموظفين ورواتب القوى العسكرية إذا ما عندها مدخول؟ إذا ما عندها مدخول يعني بدهم يطبعوا مصاري، إذا بيطبعوا مصاري يعني عم بزيد التضخم أكثر وأكثر، وهيدي إذا بدك الفخ يلي ما لازم نوقع فيه. يعني الفخ هو اطبع مصاري حتى تدفع رواتب ومصاريف جارية. نعم. ما لازم يكون موجود، لازم يكون مقابل هالمصاريف هيدي في عنا مداخيل، وهالمداخيل هيدي اكيد بدها تيجي من الضرائب، ونحن كهيئات اقتصاديه كنا سباقين من تشرين الاول الماضي طرحنا زياده الدولار الجمركي ل 8000 ليره كخطوه اولى. من وقتها يعني صار لنا اكثر من 10 أشهر بنقول زيدوا الدولار الجمركي ل 8000 ليره، بيستوعبوا الاقتصاد، بتستوعبوا القدرة الشرائية للمستهلك. نعم. بصير في شوي برأيك بصير شوي شوي. نعم. يرجلج الوضع الاقتصادي، لأنه بتعرف الصدمات السلبية بالاقتصاد. نعم. كتير مضرة وما بتقدر. أوكي. تطلع منها، لكن وقتها بتجيب الصدمة تدريجيا بيتكيف مع الاقتصاد، بيتكلفوا. نعم. مع اللاعبين بالاقتصاد يعني الشركات والمستهلك وكلهم، بيكون تأثيرها يعني خفيف. موضوع الأصناف يعني بالسوبر ماركت، يعني اليوم كل اللي بيزور إذا بتسمح لي انطلاقا من التضخم اللي عايشينه عم نشوف في أشياء جديدة، شيء مش معودين عليه قبل. واقع يعني هذه الأصناف رح تزيد انطلاقا من أهمية الأمور لحتى ما تنفقد باقي الأصناف، لأنه في أشياء مفقودة ولا الناس بتحكي وبتقول أنه رحت ما لقيت وما شفت وفي أمور وأصناف مقطوعة. الشيء الأساسي نحن بالنسبة لنا هو النوعية. يعني انا ما بهمني وين مصدر السلعه واذا هالسلعه اسمها معروف او غير معروف. انا اكيد السلعه المعروفه هي مطلوبه، لكن اذا منا متوفره بدي اطلع على سلع بديله لكن عندها النوعيه اللي هي ممتازه او مقبوله لحتى للاستهلاك، لحتى يعني نقدر نلبي طلب المستهلك طلب الزبون، وبنفس الوقت ما يكون عم بيكون في ضرر على صحته أو على سلامته. وهيدا هو المعيار الأول بالسيلكشن، يعني بخيار أي أصناف لازم تنعرض على رفوف السوبر ماركت. هلأ بالإضافة للتحاليل إذا بدك والفحوصات يلي بتنعمل على كل شيء مستورد، طلع وزير الصناعة قرار كمان أنه يطلب من السوبر ماركت عدم وضع أي منتج على رفوفه إلا إذا كانت هالشركة أو هالمصنع هيدا عنده رخصة من وزارة الصناعة. هيدا بيزيد كمان من الرقابة على الأصناف المستوردة، وعلى بده يكون عنده رخصة من البضاعة المستوردة بده يكون عنده. لا، البضاعة المصنعة محليا. المستوردة بتنفحص من قبل إذا كانت يعني زراعية من بتنفحص هلا في تأخير بمختبر الفنار. نعم. أو بمختبرات تانية، يعني بصير في عليها فحص من قبل وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد. في تأخير بالفحوصات لأنه معلوماتنا تشير أنه مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عم تشتغل 7 على 7 و24 على 24. إيه، لأنه صار في تأخير وقت وقفت. نعم. البضاعة كلها يعني أكثر من 6 أسابيع من المرفق يعني على على على, على البور. نعم. وصار في تراكم بالبضاعة يعني بده كلها تنفحص قبل ما تفوت. دكتور نبيل اليوم كيف؟ حقيقة عم بصير في يعني معالجة للموضوع، انه عم بيجوا هن مشكورين يعني كل الموظفين يلي يعني عندهم علاقة بتخليص البضائع، عم بيجوا يومين بالجمعة
حتى يساعدوا. نعم. واكيد هالشيء هيدا يعني ساهم ب اذا بدك يعني تخفيف خطر الامن الغذائي اللي كنا من شهرين عم نحذر منه وحذروا منه يعني باقي النقابات والقطاعات الغذائيه. نعم، في خوف كان عندنا فعلا قبل. ايه كان في خوف لانه ما كان في اي يعني قدره انه نطلع هالكونتينرز يلي هي عم تتراكم وهي مليانه مواد غذائيه. اليوم شو عم بيطلعوا؟ ايه بلش بيطلعوا، صار لها اكثر من شهر يعني. نعم. عم بيطلعوا ويعني اكيد يعني بنسب اقل من الماضي، لكن هو كمان الواقع انه كمان الاستهلاك ما في استهلاك كثير كبير. يعني بنرجع للقدره الشرائيه للمواطن انه ما عم بصير في عنا استهلاك كثير كبير. بدي اسالك انت كيف الشغل بالسوبر ماركت اليوم؟ تحسن شوي. القدره الشرائيه ما عم تسمح للمواطن. ايه. تحسن شوي بسبب وجود المغتربين. ايه. يعني هيدا الدافع الاساسي اللي حسن، بس لكن مش بنسب كبيره يعني بنسبه. نعم. يعني بنسب كثير ضئيله. بفتكر القطاعات انت بنص جوني كمان. يعني ما هي بتعرف القطاعات السياحيه هي اللي. نعم. بتستفيد اكثر من قطاع سوبر ماركت مباشره. اكيد نحن بنستفيد من الناس يلي يمكن ساكنه اجت وسكنت ببيوتها وعم بتتدمون. نعم. يعني وتتبضع من السوبر ماركت. طب مباشره. طب اهميه هالصوره اللي انت هلا عم تشرحها، بتقول في ظل كل الاوضاع المتشنجه اقتصاديا، قديش امكانيه، طرحت عليك سؤال بالبدايه، استمراريتكم انتم؟ لانه عم نلاحظ اليوم في بعض السوبر ماركت بتفوت عليها او بعض المحلات، حتى ما نحصر الموضوع اذا بتسمح لي، بالسوبر ماركت يعني تبدو عاجزه، بقول لك انه ما بعرف كيف بدنا نكفي، بيطرح السؤال. اكيد شيء طبيعي وقتها بكثير عندك انهيار بالقدره. نعم. الشرائيه، يعني الناس ما بقى عم تشتري. الناتج المحلي نزل من 55 مليار ل 18 مليار. نعم. يعني الانخفاض بحدود ال 75% او 70% او من الناس بيقولوا 65%، يعني النسبه بظرف 3 سنين عندك انهيار. هيدا مش انخفاض، هيدا انهيار. نعم. بالناتج القومي. هالانهيار هيدا شو معناته؟ معناته الناس ما عم تقدر تشتري، معناتها ما في حركه اقتصاديه. في عدد كثير كبير، الاف المحلات اللي بنسميها الدكاكين، يعني الصغيره اللي اي دكاكين؟ دكاكين يعني المواد الغذائيه. نعم. الدكاكين الصغيره. أوكي. او الميني ماركت الصغير، الاف منهم سكروا. عندنا بقطاع السوبر ماركت، هلا مش بالنقابه لكن بقطاع. أيه. السوبر ماركت، لانه بتعرف نحن بس بنشمل الشركات الكبيره. نعم. في عندنا عشرات السوبر ماركت والميني ماركت كمان سكروا. هلا يمكن اجى حدا اخذ محلهم. أيه. يعني صار في انتقال. لكن اللي كانوا موجودين ما كان عندهم قدره يستمروا، فلسوا، اجى حدا قعد محلهم وعم يجرب يرجع يعني ينمي هالنقطة البيع هيدي. فالقطاع اكيد مأزوم، ما فينا نقول انه منه مأزوم. الاستمرارية كتير صعبة. نعم. والربحية غير ما بيتخيلوا العالم، وبقولوا الربحية كتير كتير واطية. حتى في بعض يعني بعض الزملاء بيقولوا لي انه هيدي السنة اللي مرقت كانت يعني ال 21 كانت كارثية، لانه. نعم. سببت بخسائر. يعني بتعرف وقتها بيكون عندك شيء مثل الدعم، بضاعة مدعومة وبضاعة مش مدعومة، والناس بتحصل على بضاعة مدعومة والناس ما بتحصل على بضاعة مدعومة، خربطت كل الموازين وكل يعني طريقة الشراء اللي كانت ماشية قبل، فهيدي خلقت مشكلة كثير كبيرة بالقطاع. دكتور أنا بدي أشكرك لهذه الإطلالة التوضيحية يعني على مغزى الواقع يعني الاقتصادي المتجذر بمشكلات، بتمنى انه تتحلحل وتتفكفك لحتى كهيئات اقتصاديه وكسوبر ماركت وواقع تجاري نقدر نعيش مرتاحين في ظل الاوضاع الغير اقتصاديه ضاغطه علينا. كلمه اخيره. تفضل. ما فينا من كل هالامال يلي معلقينا على حل الازمه. نعم. لا تتم بالترقيع، بنقولها كنا عم نقولها وبنرجع بنقولها، بدنا حلول جذرية متكاملة مش بالترقيع لحتى نقدر نطلع من الأزمة. أنا بدي أشكرك سيدي دكتور نبيل فهد رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا. أصدقائي متابعين معكم برنامجنا، بعد هذا الفاصل بنرجع سوا.
منتابع معكم مشاكل وحلول مع مدير ضمان المرض والأمومة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحر مجري. قبل مرة التقينا حكينا بمواضيع كثيرة، اليوم بنقدر نقول وصلنا إلى مرحلة أساسية بالمتابعة والمواكبة والتنفيذ في ظل التفاؤل بعد مرسوم غلاء المعيشة وزيادة السقف بمديرية المرض والأمومة وانعكاساتها على تعديل التعريفات. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. نورتي وشرفتينا. شكرا لك. شغلة كثير مهمة حتى نقول انه اليوم مرسوم غلاء المعيشة وزيادة السقف بالمديرية عندكم، قديش رح نقدر نواكب من خلاله متطلبات هذه الأزمة؟ نحن لا شك انه عم نحاول على طول نستمر، بل عم نحاول كمان بالوسائل المتاحة لنا انه نحاول ننهض بهالمؤسسة. نعم. يعني مرسوم غلاء المعيشة هو فينا نقول خطوة الانطلاق لنقدر نزيد هالتعريفات، يمكن ما حنقدر نواكب التضخم اللي صاير، ولكن حنزيدها بشكل يعني حلو. بين 3 أضعاف لـ4 أضعاف مبدئيا. عم نحكي بالنسبه انه مرسوم غلاء المعيشه زاد 3 أضعاف من وقت ما هي تمام 3 أضعاف لـ1005 يعني. اكيد هو مش كافي، ولكن هيدي خطوه الانطلاق. مرسوم غلاء المعيشه كنت عم تقولي لي شو؟ مرسوم غلاء المعيشه اللي زاد 1,325,000 على الاجور، بالاضافه الى رفع سقف ل 5 مليون ليره بالمرض والامومه، اجراءين مبدئيا حيوفروا للصندوق ضمان المرض والامومه حوالي 650 الى 750 مليار ليره لبنانيه. هيدا المردود كافي انه نقدر نزيد هالتعريفات بحوالي 3 أضعاف. عم نحكي التعريفات الاستشفائيه، ما فتنا بموضوع فاتوره الدواء. خفت اليوم يعني الاقبال على، اعذريني لانه في البعض بيقول خلص ما حرزين نروح على الضمان. اكيد تدنت. نقول المعاملات تدنت، ولكن لازال انه في عنا معاملات، لانه بتعرف الفروقات اللي عم تتاخذ بالمستشفيات بتفرق بين مستشفى والتاني. نعم. يعني بعض المستشفيات بتاخذ فروقات اكثر من غيرها، وبعض الاشخاص بيضل بيقول لك انه انا اذا قدرت اوفر شوي احسن من ان ادفع كل الفاتوره. مزبوط. ان شاء الله على امل، كمان على امل انه كمان الدوله ترجع تطلع فينا شوي وتعطينا شوي من الاموال اللي قلنا معها ونقدر نزيد التعريفات. صاروا كتار كتير، بالإضافة إلى الالتزامات اللي بميزانية موازنة. نعم. 2022 على أمل. طب اليوم هالأمل اللي أنت هلأ عم تحكي بإيجابية أنه نحن رح نزيد 3-4 أضعاف، 3 أضعاف رح ينزيد على الأساسي. موضوع التعويضات، تعويضات نهاية الخدمة، هلأ الناس اللي عم بيقولوا منزيد هنيك، ممكن نزيد هون انطلاقا من واقع التعديلات المفترض أنه نقوم فيها؟ هلأ لا شك أنه تعويضات نهاية الخدمة خسرت 95% من قيمتها نظرا لطبعا تدهور العمله، بس هذا شيء خارج عن اراده الصندوق طبعا. نعم. لانه هذا شيء خارجي على صعيد البلد ككل. اضف الى ذلك انه حتى المساعدات، حتى الزودات على الرواتب اللي اجت بكل القطاعات والمؤسسات اجت ضمن تسميه مساعده اجتماعيه، حتى ما تفوت بصلب الراتب، حتى ما يستفيد منها الاجير او الموظف وتدخل بالراتب الاخير. نعم. اللي بنقدر نعمل عليه التعويض نهايه الخدمه. ولكن نحن عندنا مساعد حاليا، اول شيء في عندنا قانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه اللي اقر باللجان الفرعيه البرلمانيه وسيعرض على الهيئه العامه لاقراره بهالمرحله الانتقاليه لحين صدور هالقانون هيدا، طبعا لانه اوقات بياخذ وقت كثير. يعني في عندنا نظام داخلي بالصندوق نستفيد من الماده 54 الفقره 5 منه، اللي هو شو اللي هو لمن يرغب بذلك، الاجير اللي بيرغب اللي اتم بين 60 و64. نعم. 20 سنه خدمه له الحق بان يختار بين ان يقبض تعويضه كاملا أو اما ان يكون على طريقه معاش تقاعدي مدى الحياه. بده بالليره ولا بالدولار؟ لا اكيد يا ريت بالدولار. طب انت صار الدولار اكثر بكره شو بيعمل له؟ نحن هيدا مسعى حاليا طبعا مع اخذ بعين الاعتبار تطور الاجور سنويا. نعم. اكيد. أوكي. اكيد يعني المشروع سيلحظ كمان انه زياده التعويض 3 أضعاف. حلو. 3 أضعاف ممكن ان يورث كمان بحال وفاه المضمون. نعم. يعني هذه مرحله انتقاليه لحين اقرار قانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه. يعني احنا عم نحاول بما لدينا من وسائل انه نحاول نستمر. طب هذه المحاولات يعني مرتبطه بشو؟ هلا بالنسبه للنظام الداخلي مرتبط بمجلس الاداره. طب دائما بنسمع انه ما عم يشتغل في مجلس الاداره. لا مبدئيا بس امبارح كان موجود رئيس مجلس الاداره وقت طبعا كان موجود الاستاذ دكتور طلال ابو غزالي، كان حاضر كان حاضر اكيد. لا مجلس الاداره هي بتصير شويه خلافات او اختلافات بالراي خلينا نقول، ولكن لا الكل عنده هدف تامين استمراريه هالمؤسسه.
طب اليوم عرفنا انه كان في امبارح عندكم توقيع لمذكرة تفاهم بين الضمان هذه المذكرة ومع شركة طلال أبو غزالة العالمية لدعم خطة التحول الرقمي بالصندوق. ماذا يعني التحول الرقمي في الصندوق؟ يعني باختصار المكننة الشاملة داخليا وخارجيا. داخليا بصعيد الصندوق وأجهزته ومكاتبه، خارجيا أنه الربط مع المضمون، يعني يصير يقدر المضمون من بيته يعمل معاملته، ما يضطر أنه يروح على صندوق ومكاتبه. نعم. أكيد هيدا مشروع هو لازم يتطبق، لأنه نحن عانينا شوي وقت الكورونا أنه كيف المضمون يعمل معاملاته. فهلأ مبدئيا مذكرة التفاهم امبارح انمضت، وفي لها كثير خدمات وإلها كثير، ممكن يصير نعمل معاملاتنا عن بعد يعني؟ إن شاء الله أكيد، هذا هو الهدف الأساسي، المعاملات عن بعد وعدم تسهيل المعاملات على المضمون وعدم الحضور إلى الضمان. أضف إلى ذلك شركة أبو غزالة عملت اتفاقية مع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بخلق 150 مركز معرفة بلبنان مزودين بخط انترنت خاص مجاني. نعم. للقدر اللبنانيين انه يفوتوا على الانترنت، وسيكون موصول بالضمان حتى يقدر المواطن يعمل معاملته. طب اليوم في موضوع التحول الرقمي، هلا انت عم تحكي عنه انه مكنني بشكل كامل، يعني وقت اللي بروح على صيدليه، ما هو هذا احد كمان الاهداف منه، يصير في لينك مباشر مع المستشفيات، لينك مباشر مع الصيدليات. نعم. واللي هو الشيء موجود عالميا، موجود بفرنسا. ما بده مفترض جهوزيه كمان بنقابه الصيدلي لحتى الصيدليات يكونوا مجهزين؟ على فكره في دراسات على طول بهالمواضيع هيدي. نعم. موجوده، بس بدها تطبيق وبدها طبعا الدعم المادي لتتطبق. نعم، يعني بخفف هيك طبعا، بخفف كثير معاناه على المضمون. قديش بدنا نخفف راحة نحن على الناس اللي عندهم غسيل كلى بهذه المرحلة؟ الكل بيعرف اليوم يعني مشكور الضمان بيسعى قدر المستطاع لحتى يقول أنا عم بغطي 100%، ولكن 100% موضوع غسيل، نسعى لحتى نرضي المستشفيات اللي بيقولوا أنه في بعض الأحيان عم بتكون غير كافية التغطية. لا، موضوع غسيل الكلى نحن حازمين فيه، لأنه نحن غسيل الكلى مغطى 100%، وعم نصدر مذكرات تباعاً ونعلي فيه التعرفة. نعم. حسب الاتفاق مع نقابة الأطباء ونقابة المستشفيات، وطبعاً موازاة مع وزارة الصحة والتعاونية الموظفين والجيش. موضوع غسيل الكلى أنا بتمنى الكل يكون على دراية فيه، أي حدا بيغسل كلى المستشفى بتاخذ منه اي فرق، بليز يتوجه للضمان الاجتماعي ويبلغنا. نعم. لانه نحن حازمين بهالموضوع. شو بدكم سلطة الحزم؟ شو يعني نبلش من الإنذار لغاية فسخ العقد مع المستشفى؟ نعم اكيد، لانه هو مغطى 100%. يعني بهذه المرحلة فسخ يعني العقد أو الإنذار فاعل، ولا بقول لك إنه ما بقى حرزاني؟ أكيد فاعل بمطرح من المطارح. نعم. لأنه بعد في السلفات اللي عم ندفعها واللي حكينا عنها سابقا. نعم. بحلقة. نعم. سابقة. نعم نعم. والسلفات يمكن ما بتغطي لهم مصاريفهم الكاملة، ولكن يمكن تأمن لهم معاشات موظفينهم، بدليل. نعم. إنه نحن لما تأخرنا أول السنة هن اعترضوا على الموضوع. نعم. لا أكيد فعال. طب اليوم يعني موضوع يعني إنجاز التعبير المعاملات اللي هلا نحن عم نحكي عنها بمديريتك تحديدا، مديرية ضمان المرض والعمومي، يعني هي لها الحصة الكبرى، ولا في مديريات كمان عندها نسبة عالية من المعاناة، ولا كله عم يتراجع؟ هلا كل المديريات فيها نسبة من المعاناة. نعم. مثل تعويض نهاية الخدمة، المديرية الفنية، مديرية المرض العمومي، لأنه هي على احتكاك مباشر بالحالة الصحية. طبعا. نعم. الحالة الصحية اللي هي فينا نقول أولوية كل مواطن، يعني بعد أولوية أكثر حتى من تعويض نهاية الخدمة. نعم. يمكن بس نحن عم نحاول نحل المشاكل يوميا. طب اليوم في موقع سيصدر قريبا. نعم. هو مسمينه التفاعلي، شو يعني؟ إلكتروني. الهدف منه انه يصير. نعم. المواطن يقدر يطلع افاده خدمه. نعم. بدون ما يتجه على الضمان، يقدر يتابع معاملته لما يقدم مثلا فاتوره الادويه تبعيته، يقدر يتابعها. نعم. وين صارت، اذا صارت بالتصفيه، بالصرف، بالمراقبه، امتى بيقدر يقبضها، يعني كمان تسهيلا على المواطن. يعني انا من خلال هذه الاطلاله معك بدي اشكرك، لانه دائما عم بيكون التواصل معك يعني في له نتائج كثير ايجابيه بالعلاقه لكل المعاملات. هلا رح نشوف ريبورتاج اذا بتسمحي لي عن توقيع هذه المذكره اللي صارت امبارح، مذكره التفاهم بين الضمان الاجتماعي وشركه طلال ابو غزالي العالميه لدعم خطه التحول الرقمي في الصندوق. طبعا من خلال يعني هذا الموضوع بتحبي تختمي؟ تفضلي. انا بحب على طول اقول انه نحن بدنا نتفائل ونتامل، هالمؤسسه بدها تستمر،
هي صمام الأمان الاجتماعي والصحي، ونحن عم نشتغل كل مجهودنا ونشاطنا من رأس الهرم الدكتور محمد كركي إلى كل مستخدم على تأمين استمرارية هالمؤسسة. أنا بدي أشكرك وأشكر أصدقائي متابعتكم، يعطيك ألف عافية، مع تحيتنا للدكتور محمد كركي. مع ريبورتاج نحن بنوصل لختام حلقتنا، دائما لقائنا بيتجدد بإطار مشاكل وحلول عبر الشاشة الأم تلفزيون لبنان. إلى اللقاء. يعني بدنا نتشكركم وتشكر تلفزيون لبنان لانكم على طول عم بتتابعوا كل هالمواضيع. طبعا زياره الاستاذ طلال ابو غزاله للضمان الاجتماعي هذا حدث مهم ولازم يتسجل، والاهم من هيك مش بس زياره بروتوكوليه وتع اكثر، هي باطار توقيع مذكره تفاهم لحتى نشوف شو قادرين نتعاون نحن وياهم. بتعرفوا مؤسسه طلال ابو غزاله من وشخص طلال أبو غزالي من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مختلف المجالات، وخاصة في الموضوع اللي بيعنينا التحول الرقمي، يعني كل ما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة، تنظيم مسالك العمل ومكننتها. والأهم من هيك وقت اللي بنحكي تحول رقمي هو أنه كيف كل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدها تصب بإطار تخدم المواطن اللبناني المضمون بطريقة أفضل. وبالتالي الهدف هو توقيع مذكرة هي إطار عام لتعاون مستقبلي، يعني الأستاذ طلال أبو غزالي عم يجي يقول أنا مستعد أدعم وساعد الضمان الاجتماعي، فهيدي إطار عام للتفاهم، وبعدين في فرق عمل مشتركة حتبلش تشتغل لنشوف شو قادر يساعدنا، إن كان بمجال الهاردوير السوفتوير يعني اللوجيسيالات أو البرامج، أو في مجال نعمل شيء للضمان الاجتماعي، سنتر داتابيز كتير كبير ومهم، داتا سنتر لكل الضمان الاجتماعي بكل تجهيزاته من سيرفرات بسيات وإلى ما هنالك. فاحتياجات الضمان كتير كبيرة، الأستاذ طلال أبو غزالي حب يجي يشوف على الأرض ويشوف مدى إمكانية هالشركات اللي عنده تساعد الضمان الاجتماعي. بالتأكيد الأزمات عم بتبين أهمية أنه نستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة مثل ما شفنا بأزمة كورونا بالحروب وإلى ما هنالك، الناس ما عاد بدها تجي على الضمان الاجتماعي. نحن كلنا تمكننا كمكاتب، بس بعد بينقصنا شو اللينك مع المستشفيات مع الأطباء مع الصيادلي، إنه الناس تعمل معاملاتها إلكترونيا بدون ما تجي على الضمان الاجتماعي. هيدي كل هالأمور منسميها عملية التحول الرقمي، بتصير من البي سي تبعك أو من السيلولر تبعك بتنجز كل معاملاتك بالضمان الاجتماعي. بتأمل إنه اليوم نحن كنا سابقين هيدا الموضوع وعاملين خطة التحول الرقمي بالضمان، وحاملين دفتر شروط جاهز، فحنعرضه على الأستاذ طلال أبو غزالي وبدنا نشوف مدى إمكانية المساعدة إن كان في التمويل أو بتنفيذ هيدا المشروع. إذن هالمشروع هو كله يتعلق بالتحول الرقمي، كيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنخدم الناس بطريقة أفضل وتبطل الناس تجي على الضمان الاجتماعي. ما فينا نيأس ونقول لا كل البلد ما عم يعمل شيء خليني أقعد ومكتف، لا نحن عملنا مش بس بموضوع المكننة، عملنا نظام للبطالة، مشروع قانون بعتناه لمجلس النواب في اقتراح قانون فيما يتعلق بنظام البطالة التعويض عن البطالة، عملنا مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية كمان كله هيدا صار بمجلس النواب وحطينا اللمسات الأخيرة عليهم. وبالتالي بنتأمل انه الاسراع باللجان المختصه واللجان النيابيه لحتى كمان نطلع على الناس بتقديمات جديده ان كان بضمان الشيخوخه او بنظام التعويض ضد البطاله. فيما يتعلق بالعمل الداخلي داخل الضمان، بعتقد هذا دفتر الشروط اللي عملناه بالتعاون نحن او اداره المناقصات ووزاره التنميه الاداريه حان الوقت لاطلاقه لحتى فعلا ننتقل من كل هالعمل اللي عملناه اللي هو فعلا كان عمل جبار بس بعد الناس ما عم بتشوفه، يعني تمكننت انت بالداخل لتضبط امورك وتضبط كل امورك. نحن بهمنا هلا الفرقاء الخارجيين اللي بيشتغلوا مع الضمان مضمونين اصحاب عمل مستشفيات اطباء صيادله كلهم يصيروا يشتغلوا معنا بطريقه الكترونيه لحتى نعمل فعلا النقل النوعيه بالخدمات للناس. في مشكله كتير كبيره لنا على الدوله اللبنانيه اكثر من 5000 مليار، ومبارح شفنا التمييز للأسف بين المؤسسات الحكومية الضامنة، يعني في التعاونية والجيش والأسلاك العسكرية شيء والضمان الاجتماعي شيء آخر، كأنه متروك من قبل الدولة اللبنانية، بينرصد 4000 مليار لباقي الأجهزة الحكومية والضمان الاجتماعي بنعطيه 200 مليار من مصرياته، في حين أنه الكل بيعرف أنه نحن لازم نزيد مثل وزارة الصحة والتعاونية والجيش تا
تعريفاتنا 3 أو 4 أو 5 مرات. فبالتالي هيدي الطريقة بالتعاطي مع الضمان الاجتماعي والمضمونين بالتأكيد ما حتطول، وردة الفعل بعتقد حتكون كتير قريبة من قبل المضمونين وأصحاب العمل والاتحادات العمالية، لأنه هالطريقة بالتعاطي من الضمان اللي صار أكثر من 20 سنة، أنه والله الضمان خليه يدبر رأسه، منسكره المصريات، لا منعطيه موارد بشرية ولا منعطيه مصاري ويدبر رأسه. للأسف طالما المضمونين بعدهم ساكتين ولابدين، الدولة مش فرقانة معه. فنحن عم ندعو أنه خلينا نعلي الصوت كلياتنا لحتى الدولة تبلش تتعاطى مع الضمان الاجتماعي بطريقة مختلفة. أول شيء بدها ترصد اعتمادات أكثر بكثير من اللي عم ترصدهم، وبدها تدفع ديون الضمان الاجتماعي ليقدر الضمان الاجتماعي يزيد تقديماته، خاصة كل ما يتعلق بالتعريفات الاستشفائية والدوائية والطبية. ما في لبنان بدون الضمان الاجتماعي، وبالتالي الضمان الاجتماعي باقٍ وبده يتطور، وإن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده منزيد التعريفات الاستشفائية 3 مرات. حنعمل نقلة نوعية بهيدا المجال لنخفف من المبالغ اللي عم يدفعها المضمونين كفوارق استشفاء بالضمان الاجتماعي. أهلا وسهلا في أستاذنا الكريم، أنت معلم الكل. الهدف من هالزيارة أنه حنوقع مذكرة تفاهم لحتى نعمل نحن وياهم نشوف شو قادرين يساعدونا بالخبرات، لأنه للأسف مثل ما بتعرفوا حاولت فتش على الكلمة، بدي أقول الأستاذ طلال أبو غزالي شو المبدع المفكر الناجح، يعني وبالتالي العبارات ملقات عاشق لبنان، عاشق لبنان، وبالتالي فعلا اللي درس بلبنان منذ طفولته لجامعة بلبنان، وبالتالي هو علم من أعلام العالم العربي. وأنا فعلا من المتابعين لكل كتاباتك، لأنه هلأ مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي بدنا نحكي عنه كل شيء على السوشيال ميديا دغري عم ببين، وبالتالي عم نقدر نتابع الكل. ما بشعر إني عمري 85، بشعر إني أنا وصلت مبارح على الباخرة اللي ألقتني في الغازية واللي كنت فيها مبارح. أنا من أحلى أيام حياتي أمس، ما بش قادر أنسى. دكتور بعلبكي شكرا على ترتيباتك كلها، ولكن هذا قمة أيام حياتي. ما في، مش ممكن أوصف المشاعر اللي استقبلت فيها والشعور اللي أنا أحسسته. لا ما في، أنا ابن هذا البلد وتربيت بهذا البلد وعشت فيه كل حياتي حتى مرحلة العمل. بدنا بس توقيعك هيدي الاتفاقية اللي مركز أشرنا عليها نحن والأرض، بس توقيعك لأنه أنت حبيت تكون باسمك. الضمان الاجتماعي هو أحد حقوق الإنسان الأساسية تجاه الدولة وتجاه الوطن المواطنين. يعني لذلك كنت حريص في هذه الزيارة اللي تشرفت فيها بلقاء المسؤولين في مختلف من الوزراء والوزارات، حريص على هذا اللقاء بالذات، لأن مؤسسة الضمان هي الضمان للحالة الحقيقية والصحية وكذلك النفسية. وأنا بهمني الناحية النفسية، أنا أريد أن أركز، ودائما أقول عندما نتكلم عن الصعوبات يجب أن نبتسم. أنت عندك صعوبة ابتسم، معناته عندك فرصة أن تنجح وتتحدى وتنتصر. الصعوبات خلقت لتبني الإنسان،
لتبني الكفاءات. وكل المجتمعات التي برزت وصعدت بدأت بعد أن عانت من الصعوبات. لما يكون مواردك محدودة وتصنع منها أنت الله منعم عليك، لأنه استطعت أن تنجز ما يصعب على من يملك الموارد أن ينجزه. واطلعت أنا على ما تم إنجازه، ونحن الآن إن شاء الله سنقوم بخدمة الربط بين أني عرضت وقدمت وجاهز لي أن نشتري خط إنترنت خاص للتواصل بين المواطنين وبين الدولة من خلال مراكز معرفة أيضا نتقدم بها بأن نجهزها بالمعدات وبالبرامج الإلكترونية وبالتعليم الإلكتروني ليصبح هذا الوطن بلدا معرفيا فيه محو كامل للأمية الرقمية، وأن نشتغل سويا لنقول للعالم مهما ظننتم هذا البلد سيبقى مركز التقدم والتطور والإشعاع.